الفلسطيني في غزة ومخيمات الشتات من تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا. دكتور رياض مشارقة، نائب رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية إلى الصامدين في أهل من أهنا وعلى أرضنا، وتحية للعاملين خارج أرضنا، وأخص بالذكر مؤسسة مؤتمر فلسطيني أوروبا. كلنا فخر بأن فكرة انطلاق تجمعنا، تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا، كانت على هامش إحدى هذه المؤتمرات، ولقد احتفلنا هذا العام بمرور 10 سنوات على انطلاقته، وأصبح له اليوم فروع ومكاتب في عديد من البلدان، ويضم نخبة كبيرة من الأطباء والعاملين في المهن الطبية في الكثير من الدول الأوروبية. نعم، يحق لنا جميعا أن نفخر بهذا الصرح الكبير، لأنه يجسد الوحدة الوطنية في أبهى صورها، ويعطي مثالا حيا لتضافر الجهود والطاقات لخدمة شعبنا وقضيتنا. فرسالتنا أننا نبني وطناً وحضارة، فمن مشاريع استراتيجية إلى برامج تعليمية ووفود متخصصة وحملات توعية وإغاثة، إضافة إلى مساهمات بمعدات وتجهيزات طبية، تنوعت أنشطة هذا التجمع المبارك، ولم يغفل الاهتمام بالجانب الاجتماعي والعلمي لمنتسبيه ومحيطه، فكان الفعاليات الاجتماعية وعقد المؤتمرات العلمية نصيب من الاهتمام، فعكس بأنشطته أبهى الصور الحضارية عن هذا الشعب المبارك. الضيوف الكرام، أبناء شعبنا الأحبة، في الوقت الذي نشعر به بالاعتزاز والفخر بشجاعة وإصرار أهلنا العزل في مسيرات العودة، نشعر بالغضب من إجرام جنود الاحتلال في مواجهة هذا الحراك السلمي، وإن الأعداد الفادحة من الجرحى في هذه الفعاليات والتي لم يسلم منها الأطفال أو النساء، فضلاً عن طواقم الإسعاف والصحفيين، وكان مجملها بالرصاص الحي، تسببت بالآلاف من الإصابات، منها المئات من الإصابات الخطيرة، ولقد كان جلياً من الاستهداف للرأس والرقبة بهدف القتل السريع. ولكم أن تتخيلوا هذا العدد الهائل من الجرحى والذي يصعب على الدول الكبيرة التعامل معه، فما بالكم بقطاع تحت الحصار ويعاني ويلات الانقسام. مئات الأجهزة الطبية متوقفة عن العمل بسبب توقف الصيانة وقطع الغيار، وأصبح رصيد العديد من صنوف الدواء صفر. نعم صفر، نعم صفر، وهذا بالطبع شمل قبل ذلك أدوية مرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي، والذين أصبحوا جميعاً ينتظرون الموت البطيء، وأصبحت معاناة المرضى وأهلهم مضاعفة، واختلطت آلام المرض بآلام المعاناة. ولكم أن تتخيلوا شعور أم وأب يرى فلدة كبده يلفظ أنفاسه أمامه بسبب نفاذ أدوية أو مستلزمات طبية أو عدم توفرها من الأساس. إن التحذيرات الصادرة عن المؤسسات الدولية بشأن انهيار المنظومة الصحية كلياً أصبحت وشيكة، مما ينذر بكارثة صحية سيصعب تداركها إن حصلت لا سمح الله. إنني أتمنى على أصحاب الضمائر الحية، سواء من مسؤولين أو أصحاب قرار أو متنفذين في السلطة أو الفصائل، أن يجنبوا القطاع الصحي أي تجاذبات أو ضغوط، فهذا القطاع الذي يمس كل فرد في المجتمع الفلسطيني يجب أن يكون محل عناية ودعم من الجميع من أجل صحة وسلامة المجتمع. ولن يفوتني هنا أن أذكر مأساة أهلنا في مخيمات اللجوء، خاصة مخيم اليرموك الذي تعرض لإبادة وتدمير بشكل ممنهج على مراحل، وعانى أهله من قتل وتهجير دون مراعاة لأدنى الحقوق الإنسانية. وهنا نطالب الهيئات والمؤسسات الدولية أن تواصل تحمل مسؤولياتها اتجاه اللاجئين، وأن لا تنصاع للرغبات بتصفية قضيتهم من باب استغلال أوضاعهم المأساوية لتمرير أي حلول أو صفقات. وكذلك ندعو المؤسسات الإنسانية والخيرية لمضاعفة الجهود والتنسيق المشترك للتخفيف من معاناتهم، وخصوصاً في الجانب الصحي.
إن مطلب الشعب الفلسطيني وحقه ككل شعوب الأرض هو الحرية. يحق لفلسطين أن تفخر وتفاخر بأبنائها في كل مكان، الذين لم ينسهم أو يشغلهم رغد العيش أو شظفه عن حنين الرجوع إليها، وإنا إن شاء الله لعائدون. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. الحضور الكرام، لدينا تسجيل